جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: أحضر أهلي خادمة، ورغم أنها تصلي لكني كارهة لوجودها، حيث أنها لا تتغطى عن والدي ولا تلتزم بالحجاب الإسلامي عند الخروج. ولقد علمتها الحجاب الإسلامي فالتزمت به، رغم أنها لا تتحدث العربية، ولكن أهلي عارضوا عملي ذلك ومنعوني من تعليمها. هل يأثم أهلي لإحضارهم هذه الخادمة وعدم إلزامها دين الله في حجابها؟ وهل أنا على صواب؟ افتوني وانصحوني جزاكم الله خيرا. تتم الجواب الذي قبل هذا في صلاة الضحى، قلنا إنه إن تركها بعض الأحيان فلا بأس، وإن داوم عليها فلا بأس بذلك، فليس تركها في بعض الأحيان يكون أرجح من المداومة عليها، بل المداومة عليها أيضا أمر مستحسن، ولكن لو تركها بعض الأحيان فلا بأس. وأما قضية الخادمة وتعليمها فإن هذا أمر واجب، أولا جلب النساء الأجنبيات إلى هذه البلاد أو غير هذه البلاد وليس معهن محارم أمر لا يجوز، أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم لهذه البلاد ولغيرها. الذي يستجلبها ويستقدمها من غير محرم يكون شريكا في الإثم، وأيضا إذا أدخلها في بيته وخلقها خلطها مع بناته ومع نسائه فإن هذا يستدعي أن ينظر إليها وقد يخلو بها أحيانا، فهذا أمر لا يجوز، وهذا الأمر فيه خطورة، خصوصا وأنها امرأة غريبة وقد تكون غير ملتزمة، ففي ذلك مخاطر عظيمة. فجلب النساء الأجنبيات فيه مخاطر عظيمة، على المسلمين أن يتوقوا ذلك أشد التوقي. وإذا كانت المرأة كافرة، إذا كانت المرأة استقدم كافرة فالأمر أخطر، أمر أشد، إنه لا يجوز استقدام الكفار إلى بلاد المسلمين بهذا الشكل المتوسع لما في ذلك من الخطورة. وأما إذا كانت مسلمة فإنه يلزم تعليمها دين الإسلام، ويلزم أمرها بالصلاة وأمرها بالحجاب وإلزامها بما يلزم نساء المسلمين، لأنها امرأة مسلمة، لا يعفيها من المسؤولية كونها خادمة أو كونها مستقدمة، هي امرأة مسلمة يجب عليها مع المسلمات، وهي فتنة أيضا، بل هي أشد فتنة، فيجب إلزامها بالصلاة وإلزامها بالحجاب وإلزامها بالواجبات ومنعها من المحرمات ومن المعاصي. فمن استقدمها فإنه يجب عليه أن يقوم عليها وأن يحافظ عليها ولا يتركها وشأنها تفسد أو تصلح، وقد تفسد غيرها إذا اختلطت بنسائه وببناته وهي غير مستقيمة، فإنها تؤثر عليهم أو يقتدون بها على الأقل. الخطر في هذا شديد والأمر عظيم، واستقدام النساء واستقدام الرجال إلى هذه البلاد هو من أعظم الفتن التي حدثت في هذا الزمان. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.